السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الأفاضل. معنا أسطورة الكرة الكولومبية كارلوس فالديراما، نريد أن نسأله عن مباراة الأرجنتين وفرنسا، ويعمل معلقا لحساب أحد القنوات. فالديراما وأخيرا ميسي بطلا للعالم. نحن سعداء جدا من أجل الأرجنتين التي كانت أفضل فريق في الدورة وتوجت باللقب، وسعداء أيضا لأفضل لاعب في العالم ميسي الذي فاز باللقب والآخر، ونحن في أمريكا الجنوبية كلنا سعداء لحدوث ذلك. هل حقا الأرجنتين كانت فريقا قويا في هذه الدورة؟ نعم إنه فريق قوي جدا، إنهم أفضل فريق كان في هذه الدورة. You are a legend. Thank you very much. I love you. From Algeria. Algeria. I love you. Algeria. Yeah. Algeria. Yeah. Thank you very much. Algeria. Thank you. Thank you.